طلقت بمدينة القضارف عمليات السفلة وصيانة الطرق لأكثر من 10 كيلومترات من الطرق الداخلية، ذلك في إطار تنفيذ خطة تنموية تهدف للارتقاء بمحور الطرق في أعقاب التشوهات الكبيرة التي أحدثتها الأعمال الميدانية للشبكة الداخلية للمياه. وقال والي القضارف المكلف نصر الدين عبد القيوم إن هذا العمل سيستمر حتى اكتمال عمليات إعادة السفلة لمعظم طرق الولاية، مشيرا إلى انتقالهم إلى سفلتة عدد من الطرق الداخلية بمحلية الفاو إنفاذا لخطة الولاية التنموية.